الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام على النوافل في رمضان. تقدم الكلام معنا على صلاة التراويح حلقة سابقة، وقلنا أن صلاة التراويح من السنن التي تندب في شهر رمضان فقط، لا تندب في غيره، تندب في رمضان فقط. أما وقتها قال أهل العلم يكون بعد صلاة، بعد فعل العشاء. فإذا لم يصل العشاء لا تصح التراويح، أو بان بطلان صلاة العشاء فإن التراويح أيضا باطلة، لا تصح صلاة التراويح إلا بعد فعل العشاء. إذا فعل العشاء صحت صلاة التراويح، إذا لم يفعلها لم تصح صلاة التراويح. سنة أن يفعلها الجماعة في المسجد للرجال، أما النساء فالأفضل في البيت كما سبق الكلام، الأفضل أن صلينا في البيت جماعة. ولكن لو خرجنا النساء، مع أن الأفضلية للنساء أن تصلي في بيتها للمرأة، ولكن لو خرجت للمسجد قالوا يجوز بشروط. ما هي الشروط؟ أولا أن تكون بإذن زوجها، أن تستأذن زوجها، لا بد. إذا لم يأذن لها زوجها لا يصح أن تخرج، يحرم عليها خروجها، تأثم فيه وإن كان إلى طاعة، لا بد من إذن الزوج. الشرط الثاني ألا تكون من ذوات الهيئات، إن كان من ذوات الهيئات قالوا أهل العلم لا تخرج، تجلس في بيتها. الشرط الثالث ألا تكون متعطرة بثوب، ولا بثوب زينة يعني، ولا متعطرة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة دخلت المسجد وهي تتبختر في حليها، فقال أنها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال إنه نساءكم عن فعل هذا، فإنما هلكت نساء بني إسرائيل بسبب أن نساءهم فعلن هذا. ما ينبغي أن تأتي المرأة للمسجد بحليها أو بتزيينها، ما ينبغي، ولا متعطرة، لأن المرأة إذا خرجت إلى من البيت متعطرة لعنتها الملائكة حتى ترجع، وكتبت زانية. ومن تكن بين النساء، ومن تكن بين الرجال ماشية بالطيب فهي في الحديث زانية، هكذا يذكر سيدنا بكر بن شهاب في منظومته. ومن تكن بين الرجال ماشية بالطيب فهي في الحديث زانية. فإذا أرادت المرأة أن تخرج ينبغي ألا تمس شيء من الطيب أبدا. الآن تخرج النساء ربما إلى الأسواق، ربما إلى مجالس العلم، ربما إلى المساجد، وريح طيبها يشم من مسافة 5 أمتار أو 10 أمتار أو 20 متر، وهذا مصيبة على المسلمين، ما ينبغي أن تكون، لأن تلفت الأنظار، وصوت زينتها يلفت الأنظار أيضا، صوت الزينة هذا ما ينبغي أن يكون هناك موجود، لا صوت. لهذا إذا تريد أن تخرج لابد أن تنظر لهذه الشروط، وإلا فالأفضل صلاتها كما جاءت امرأة النبي قالت يا رسول الله ما هي أفضل صلاة المرأة؟ قال في قعر بيتها. أين قعر بيتها؟ بيت في بيت، حرصا على ستر المرأة. الأفضل أن تصلي في قعر بيتها، بيت في بيت، حرصا من النبي على ستر المرأة، هذا هو الأفضل للمرأة. جماعتها في بيتها أفضل جماعتها مع الرجال في المسجد، أفضل بكثير ولو كان المسجد مستقل، لأن في بيتها مستورة ما يمكن يراها أحد. وخير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل، هذا أفضل شيء. إذا تمت عبادتها مع عدم رؤية الناس لها الرجال لها، هذا شيء خير في خير، خير يتمع في خير، هذا أفضل المرأة. ثم لما تكلمنا عن صلاة التراويح، يبقى المرأة، ما ينبغي للمرأة أنها تهمل وتتكاسل عن صلاة الثماني، عن صلاة العشرين، عن 20 ركعة، إما بأمر الأمور الدنيا، فالوقت معها واسع الحمد لله، الليل طويل تستطيع أن تصلي ولو قسمتها أول الليل كذا ثم آخر حتى تكمل. وثم بعد التراويح يندب أن يصلى الوتر، والوتر
أكثره كم؟ 11 ركعة كما جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره، الوتر 11. ولكن في رواية أخرى لكنهم أهل العلم تكلموا في 13، قال أهل العلم هذه ركعتين تعتبر افتتاح وليست من الوتر، ولهذا الوتر سنة وفي رمضان أفضل، حتى أن الجماعة للوتر في رمضان مندوبة كما قالت الشافعية، يندب أن تصلى الوتر في رمضان، الوتر في يندب صلاة الوتر في رمضان جماعة، يندب كما كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم جماعة، لهذا يندب بعد التلاويح أن يصلوا الوتر. قالوا أهل العلم جماعة، إذا الإنسان كان عاجز فلا أقل أن يصلي أقل الكمال 3 ركعات، ولكن رمضان ما ينبغي أن يفوت شيء، ما ينبغي أن يفوتك شيء من المندوبات الذي يمكن أنت أو تستطيع أن تعمل، هذا ما فيها أي شيء تكلف، الحمد لله يستطيع الإنسان أن يكمل وتر آخر الليل فوق 3 8، إذا صلى أول الليل 3 يستطيع أن يكمل آخر الليل 8، كما قال وأفتى الإمام ابن حجر أنه إذا صلى الإنسان أول الليل 3 يأفتى بجواز إكمال الوتر. كيف إكماله؟ أن تصلي 4 ثم 4، أو تصلي 2 ثم 2 ثم 2 تكمله إلى 8 فوق 3، لكن وتر مع وتر هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، إذا صلى أول الوتر لا يعني يحرم عليه أن يصلي آخر الوتر آخر وتر، وكيف يفعل؟ يكمل. لدينا أما لدينا هناك قول عند الشافعي يسمونه نقض الوتر، قول عند الشافعي يقولون بجواز نقض الوتر، نقض الوتر معناه يأتي بركعة ينقض، لكن إنه قول ليس المعتمد، قول لكن ليس المعتمد. المعتمد في المذهب أنه نقض الوتر لا يجوز، ولا وتران في ليلة، إنما إكمال الوتر يجوز إكمال. وإذا أراد الإنسان أن يصلي أول الليل 4 يريد أن يكمل آخر الليل، صلي أول الليل 4، الإمام صلى 3 أنت صلي 4، لكن هذه مسألة، مسألة التربية، تربية النفس، هذا كثير منها من طلبة العلم أو من يترسم العلم ربما يتجاوزون هذه المسألة، ربما لا يقفون عليها، على هذه المسألة. إذا أنت تريد أن تصلي تكمل الوتر، هل أنا أصلي 4 أصلي مع الإمام 3 ثم أقوم، لكن ماذا يوجد في النفس إذا قمت أمام الناس ليقول الناس؟ الإمام الحداد هذا المربي العالم الكبير كان أحد تلامذته الشجار وغيره، قام لاحظوا الإمام الحداد سبحان الله، مع أنه الإمام الحداد فقد بصره، ولكن هذا مما اختصه الله سبحانه وتعالى به، لاحظوا ربما أخبر ربما فدعاه وقال يا فلان أتريد أن يقول الناس أنك تصلي 11 ركعة؟ لا تفعل، لا تفعل، هذا تربية فقط لنا، لا تفعل ذلك، كذا لا تفعل، ولكن صلي 3 مع الإمام ثم أكمل وتر، تكمل 8. هكذا ينبغي أن يفهم طلبة العلم ومن يترسم العلم، أما العامي كذا لا يفهم ربما كثير من الأمور، لكن ينبغي أن يعلم أما العامي، لأن النفس البشرية هي تريد أن يراها الناس في الأعمال الصالحة، ما تريد أن يراها في المعاصي، تريد أن يرى ليفسد عمل الإنسان، هذا كله من الشيطان كي يفسد عمل الإنسان. الإنسان إذا كان يصلي لوحده يريد أن يرى أحد، لماذا؟ حريص لكي النفس تريد أن يرى أحد لكي يتحدث عنها، إذا رآها وعجبت بعمل أو حصلت مراءة ذهب ثواب العمل، ذهب ثواب العمل. وما معنى الإخلاص؟ ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص أن تعمل لله سبحانه وتعالى. يقول لا يكون هناك منك إشراك ولا رياء، فالعمل لأجل الناس شرك أصغر، وترك العمل لأجل الناس رياء. وما هي؟ ولا والإخلاص أن يعافيك الله منهما، منهما
أنت تصلي مع الناس ما في أحد يتحدث يقول في العرس مع الناس، ولكن لو انفردت بشيء النفس هنا يكون لها شيء أنت لا تعرفه ربما لا تشعر به، يواسيس النفوس يعرفون هذا، العلماء الربانية يعرفون هذه الأمور، وأنت إذا تعمقت في الدراسة وعلمت تعرف هذه الأمور من دسائس النفس الخبيثة، هذا ينبغي ألا يضيع تضيع عملك في أمر بسيط، يجعل عملك كله لله سبحانه وتعالى من صلاة وقيام وغير ذلك. لهذا إذا أراد الإنسان أن يكمل وتر صلي مع الإمام ثلاث هذه ثم يكمل ثمان، لكن مسألة كمسألة فقهية بالنسبة كمسألة فقهية، أما كمسألة فقهية في مذهب الإمام الشافعي قالوا يصلي أربع، كمسألة فقهية يصلي مع الإمام أربع ثم يكمل آخر الليل وتره وتر، معني يصلي آخر الليل ثلاث سبع وصلي آخر الليل تسع أو صلي آخر الليل أربع، قلنا يصلي كم آخر الليل؟ أربع زائد تسع يساوي 11، تسع عشر 11 أربع سبع كم يصلي؟ يصلي ثلاث أول الليل أربع، فتحتاج إلى كم؟ تحتاج إلى كم؟ أربع ثمان أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر 11 تحتاج إلى سبع ركعات، سبع ركعات إذا صليت باقي عليك سبع ركعات، وإن شئت أن تكمل، ولكن كمسألة فقهية يجوز، كمسألة فقهية تكلم. نرجع إلى الأفضل، وصل الوتر أو فصله بالنسبة للمعتمد في المذهب الأفضل الذي قالوا أهل العلم أحاديثه أصح هو الفصل، الفصل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل فصل، لكن الوصل هو قالوا أحاديثه أصح الفصل، ومعنى الفصل أن يصلي الركعة الأخيرة من الوتر منفردة، هذا يسمى الوصل، والفصل وهذا يسمى فصل، أن يصلي الركعة الأخيرة منفردة فصل بالفاء فصل، وأما الوصل أن يصلي الركعة الأخيرة متصلة بما قبلها، هذا وصل بالواو وصل، فالفصل أفضل من الوصل. بعض المساجد عند في هذه البلدة يصلون وصل وفصل، بعض الأيام يصلي وصل واليوم الثاني يصلي، أو اليوم الأول يصلي فصل أو فصل ثم الثاني يصلي وصل واليوم الثالث هكذا يوم بيوم، وبعضهم ثلاثة أيام، لكن الأفضل أن يكون هناك الوصل الفصل، الأفضل الفصل الفصل معنى أن يفصل الركعة الأخيرة عن سوابقها أو عن توابعها عما قبلها، عما قبل هذا يسمى عند أهل العلم الفصل، ويجوز مع أن العوام اليوم الناس أكثرهم يحبون الوصل، ليه؟ مستعجلين يريد أن يخرجون أنفسهم، يريدون أن يخرجون، يكفي تعبوا من الصلاة كأنهم جالسين 10 ساعات أو 5 ساعات، مع أن كثير كان من علماء المتقدمين من مشايخ مشايخنا مشايخ مشايخنا مشايخ مشايخنا كانوا يصلون 10 أجزاء كل ليلة، 10 أجزاء التراويح في كل ليلة، والبعض أكثر والبعض أقل، لكن الهمم ضعفت، أن الهمة ضعفت، فلا أقل أن يكون هناك يعني أقل شيء أن يكون حضور القلب، حضور القلب وخشوع وعدم استعجال، وعدم الاستعجال حتى. والأفضل قالوا أهل العلم تأخير الوتر إلى آخر الليل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر أول الليل، أوتر أول الليل وأوتر آخر الليل، لكن انتهى وتره متى صلى الله عليه وسلم؟ انتهى وتره متى؟ آخر الليل، كما تقول السيدة عائشة، انتهى وتره آخر الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأفضل، لهذا النبي سأل سيدنا أبو بكر متى تصل الوتر؟ قال أول الليل، أول الليل، وسأل عمر قال آخر الليل، قال سيدنا بكر أخذت بماذا؟ بالحزم، خلاص أنا حزمت أمري حتى لا أنام، وأخذ بالحزم سيدنا من؟ عثمان بن عفان،
وأخذ بالعزم سيدنا عمر سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا عمر أخذ بالعزم وكذلك سيدنا علي بالعزم، ومعنى العزم أنهم يخرون آخر الليل، عندهم عزم قوي أن يقوم. إذا الإنسان عنده عزم الأفضل آخر الليل، وإذا ما عنده عزم الأفضل أن يوتر قبل أن ينام، أن يوتر قبل أن ينام كما يقول بلال وكذلك سلمان أبو الدرداء أو سلمان. أوصاني خليلي أن أوتر بثلاث، منها قال أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام يأخذ بماذا؟ بالحزم. فإذا الإنسان خشي أن لا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يحزم أمره، وإذا كان عنده همة فالأفضل أن يؤخر التراويح الوتر إلى آخر الليل، يختم الوتر مثلا ثلاث أو يؤخر واحدة آخر الليل، هذا حسب همته حسب الهمة، لكن لا يترك. ما ينبغي في رمضان أن تترك هذه النوافل، ويندب الوتر في رمضان جماعة، ويندب أيضا القنوت في الوتر عند الشافعية كما جاء في سنن البيهقي أنهم كانوا يصلوا الوتر وكانوا يقنتون، يا في الحديث يقنتون يقنتون يعني القنوت في الوتر، ولهذا عند الشافعية قالوا يندب القنوت في مسألتين، قنوت قنوت الشافعية في صلاة الفجر وفي النصف الأخير، في النصف الأخير من الوتر من رمضان من وترها، في النصف الأخير وتر رمضان في النصف الأخير من وتر، في النصف ليس فيها، النصف الأول لا يندب، ولكن إذا انتصف الشهر قال إذا وإذا انتصف الشهر قنتوا في النصف يندب القنوت، هذا بالنسبة المعتمد عند الشافعية. ولدينا قول في المذهب، لدينا قول في المذهب أنه يندب القنوت في الوتر في السنة كلها، واختارهم بعض علماء حضرموت كالإمام الحداد كثير ما من علماء حضرموت أنهم يقنتون في السنة في وتر السنة كلها، في وتر السنة كلها يقنتون، أنه دعاء عظيم. أما بالنسبة لقنوت النوازل هذا مسألة ثانية لا ندخل فيه، لا نتكلم على القنوت الذي يندب الذي يندب في رمضان في النصف الأخير من رمضان في وترها في الوتر يندب، هذا معتمد المذهب والذي كان هناك قول واختاره كثير من علماء حضرموت أنهم يقنتون في وتر السنة كلها، وهو قول في المذهب كهذا الإمام الحداد رضوان الله عليه. بالنسبة هذا الوتر قالوا أهل العلم إذا الإنسان نسي أو فاتت الوتر هل يندب قضاء؟ نعم يندب، كل سنة مؤقتة يندب قضاءها، وكل سنة ذات سبب، كل سنة مؤقتة أو كل ورد، كل نفل له إنسان له ورد نفل أو عادة يعني صليها أو قرآن أو سنة مؤقتة إذا فاتت يندب قضاءه يندب، أما وكل سنة ذات سبب لا يندب قضاءها، لا يندب قضاء سنة الكسوف ولا الخسوف لا يندب، لكن المؤقتات والنوافل التي ورد أوراد من النوافل قال كل يوم صلي 100 ركعة إذا فاته يندب أن يقضي، يندب حتى لا يتعود للكسل، حتى لا يتعود تركها، يعود نفسه على الهمة حتى النفس عندئذ تكون منساقة، تكون بعد ذلك يعني مروضة الأعمال الصالحة، تعرف النفس أنه إذا فاته ورد سيقضي، إذن ما تعين على ترك تكون مروضة، هذا قال أهل العلم هذا يندب قضاء الوتر، يندب قضاء. كذلك من السنن التي ينبغي الإنسان أن يواظب عليها في رمضان على وجه الخصوص وتندب في كل وقت في كل أيام السنة، ولكن ينبغي في رمضان أن يكمل، ما ينبغي الإنسان أن يفوته وقت النهار وهو لا يصلي الضحى. نحن صلينا الفجر في جماعة، جلسنا إلى الإشراق إذا كان عندنا همة، وإذا ما عندنا همة نمنا، لكن لا يفوتك هذا الوقت الطويل كله ولا تصلي فيه صلاة الضحى. أما في غير رمضان يستطيع الإنسان يصليها فيه أوقاته، ذهب إلى العمل يستطيع ركعتين، من صلى من الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.